أولا الواجب علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا نحصيها، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو أن الإنسان عاش في هذه الحياة الدنيا فقيرا دميم المنظر مريضا أعمى البصر لا ينطق ولا يسمع، ولكنه مسلم لله سبحانه وتعالى مؤمن به، فإنه على أمر عظيم. ولو عاش وهو أغنى الناس وهو أكثر الناس مالا وهو أجمل الناس منظرا وهو أقوى الناس في جسده وهو أذكى الناس في عقله ثم كان كافرا بالله سبحانه وتعالى فإنه أشقى خلق الله أو من أشقى خلق الله. فالناس جميع جماعة جميعا الناس جميعا يشكرون الله سبحانه وتعالى واجب عليهم، وأعني بالناس المسلمين، أن يشكروا الله على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. ثانيا أشكر الذين قاموا بأمر هذه المحاضرات من الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات والذين دعوا الشباب إليها والذين نحسبهم والله حسيبهم ما أرادوا إلا نشر الخير. ودظنا يا جماعة دظننا نحن وحسباننا في إخواننا وخواتنا نازل ما قصد انتخابات ولا قصد أموال ولا قصد نحزب الناس لفلان وفلان من الناس ولا دارين ندعو الناس لجماعة، دارين المسلم ده في الدنيا والمؤمن يكون مرتاح بالدين، والنازل نحسب بيتألموا من المعاصي والفجور اللي بيشوفوه، يعني فجور منتشر. وأنا والله قعدت هناك تكيفت جدا، لأنه براكم سامعين هسه في حفلة مدورة وتمش تلف شوية كده بتلقى والدبرك وبدع شوشة قاعدين سوا برضه في البلد دي ذات قاعدين، فكونوا شباب إجوا المحاضرة دي وبنات من الأخوات إجنا المحاضرة، والله دي حاجة طيبة أشكر الله عليها ودي نعمة عظيمة. أنت هذه ممكن تكون قاعد تحت النبق في نص الحفلة دي قاعد ترقص وما متغدي ورقيص ذاته بالفتر ومن غير غدا وبغدا حرام ذاته، وكان ممكن تكون قاعد تكذب لبيت ولا ولد بيكذب لها بيت برضه. نحن ولقدام بنعيش كويس، واسي نحن عيشنا كويس عشان تعيشوا لقدام كويس ولا بد. ثم انه ولذلك يا جماعه الناس تشكر الله سبحانه وتعالى، وده والله شيء سرنا انه الشباب يقبلوا على الدين، خاصه الايام دي لما حصل البرنامج اللي اسمه شباب توك، برنامج فارغ وفاشل وما نجح واصلا ما ناجح. انا والله تكيفت جدا انه في صحوه وغيره هاجت، يعني في مبشرات شديدة جدا كونه شباب يقوموا. حتى ناس واحد قال لي البيت دي قال لا انا ما دار ارد عليك من ناحية دينية لانه ناس الدين ده عنده ناس افهم منه، في ناس الدين او الدين ده عنده ناس افهم مني تراه بيردموك، لكن انا بردمك باسلوبي قال، واشتغل فيها ما قصر جزاه الله خير برضه بجنبه. وناس كتار جدا كذا انا ما دار اقف معاهم كثير، لكن انا اللي كيفني في الموضوع انه هيج، مش كيفني الموضوع في نفسه لكن الاثار الطيبه التي ظهرت من قبل هؤلاء الشباب الذين نحسبهم لهم غيره، ودي حاجه يا جماعه طيبه جدا. اما الموضوع ده موضوع التوحيد والعقيده
ده يا جماعة أهم موضوع، وده الطريق للجنة. لأنه باختصار شديد في صحيح مسلم من رواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام ده واضح كيف، فقال يا رسول الله ما الموجبتان، يعني ما الذي يوجب دخول الجنة برحمة الله، وما الذي يوجب دخول النار بعدل الله وحكمته سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. مش الكلام ده واضح؟ واضح جدا، وراك دار الجنة آي. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عشان كده رب العزة والجلال قال فمن كان يرجو لقاء ربي، دار تلاقي الله بالنجيضة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شكي الزول الموفق في الدنيا دي في الدعوة تلقى دائما بيتبع الكتاب والسنة، وفي دعوته دائما مرجعته الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ودائما تلقاه بيركز على موضوع العقيدة والتوحيد. لأنه يا جماعة ده العلاج، القلب ده من غير توحيد نجس نجاسة عديل. قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني تخيل زول يشيلوا يدخلوا في البحر الأحمر، في النيل الأزرق، في النيل الأبيض، يشيلوا بغادي ودوا المحيط الأطلنطي والمحيط الجنوب ما بعرف، ويغطسوا جوه ويهابش ضنب الحوت وجماري، في النهاية نجس. يجيبوا تراو ثلاثة جرادل، واحد يغسلوا بصابون من برا، واحد يرشوا بخرطوش ويكبوا في ثاني جردل، برضه نجس. لأنه زول ده نجاسته وين؟ جوا. عشان كي بعض أهل العلم أو بعض السلف قال إنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أن الله تعالى قال كلا، أو قال لينبذن في الحطمة، قال لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي شنو؟ تطلع على الأفئدة، يعني تجد اللحم والعظم تخش جوا محل الشرك، تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فالشرك ده أمره عظيم، والتوحيد أمره عظيم، كونك تكون من الموحدين وكون الله ينجيك من الشرك. والزول لما نوحد يا جماعة في الدنيا دي، الناس الكتار بدندنوا تكلموا لنا في التبرج، وتكلموا لنا في الممارسات دي، وتكلموا لنا في الطهارة، تكلموا لنا في الصلاة. ونحن حتى واحد في البلد قال يا أخذ الشغالين فينا التوحيد، توحيد يعني توحيد توحيد للموت يعني، وما أصل توحيد توحيد للموت، نحن ما دارين انه توحيد توحيد للموت، انت داير اكثر من كده. من كان اخر كلامه اي من الدنيا لا اله الا الله دخل وين؟ دخل الجنه، واخر كلامه ده بكون 200 مش في الموت. وده قال مره قال لي انتوا شغالين توحيد توحيد، شفتوا التوحيد يا جماعه؟ قال لي ناصر الجامد توحيد توحيد ده وراه ايدي خفيه، قال يعني توحيد توحيد وراه ايدي خفيه، وشرك وراه شنو؟ وراه كرايان خفيه. وده كله يا جماعه هوس. والزول لما يوحد المشاكل الثانيه دي كلها بتتعالج. لانه الليله الولد لما ابوه يربيه على الخزعبلات والكلام الفارغ
اعمل حسابك يا جن، تلقى صغير البعاتي، ما بعاتي ذات وكذا، يكون شيطان ذاك شياطين فيه ولا جن وما بعرف ويحصل ليك والى اخره، يخوفون بحياه فارغه زي. والغول تلاقاكم غول، ده مما الله خلق لقاك غول، ولا يخوفوه الواحد يخوفه بنفسه يقول لا انا بعمل ليك وبسوي ليك. الولد ولا بيتا يا جماعه، لما يخوفون الاب يخوف منه ومشوا عديل قدامه، سافروا من البلد بعد قروا الاساس والثانوي وماشيين الجامعه، في الجامعه جو قعدوا في الداخليات، الاب وين؟ الاب في البلد، وهم بيخافوا من منه؟ من الاب. وهنا دي في فوضى، والاب وين؟ في البلد، مش بيخشوا في الفوضى دي؟ لانه ذاته اللي بيخافوا منه ما في. لكن لو قبل الاب ده من البدايه بخوفهم بالله سبحانه وتعالى. شافع من صغير تخوفوا بالله من صغير، تقول له الشدة بودي النار، الشدة بغضب الله، ما تقول ده صغير بيفهم، الشدة بودي الجنة، الجنة سمحة كذا وإلى آخره، وفي ملائكة تغرس فيه الحاجات الطيبة دي. لما يخاف من الله تاني لو مشى آخر الدنيا وإنت ماف الله فيه ولا ماف؟ في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. فطوالي هو براقب الله يستحضر ويستحضر ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. شكي السلف كانوا نضاف ليه؟ لأنه كانت عقيدتهم في الله تمام، وكانوا يرتبطون بهذا الأمر. ابن كثير في التفسير في الجزء الأول أورد لي قصة يمكن كلكم عارفينها. عمر بن الخطاب بالليل مشى في الطرقات وجمار ببيت، وهذا البيت فيه امرأة شابة، والمرأة دي زوجها مشى للجهاد وقاعدة براها في البيت. شو المرأة دي نجيضة كيف، والمرأة دي زوجها طول وهي تريد قرب الرجال كما أن الرجل يريد قرب المرأة، لكن بتخاف الله سبحانه وتعالى. فقالت لها أبيات من الشعر، ستة أبيات، وكلكم يمكن سمعتوا الأبيات دي أو جزء منها، والمرأة قصتها معروفة. وعمر بن الخطاب سمع الأبيات، طوالي مشي لحفصة رضي الله عنها قال لها كم تصبر المرأة على بعد زوجها عنها؟ قالت أربعة أشهر، في رواية ذكرها ابن كثير قال أو ستة أشهر. فأرسل إلى الجيش إلى قائده أن لا يمكث رجل بعد أربعة أشهر، وفي رواية بعد ستة أشهر. برا في الليل وهو برا سامع الكلام، قالت تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه، لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، في رواية لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. يلا دي ما مرة نجيضة، تخاف الله سبحانه وتعالى، ولأنه ده عقيدته في الله، لأنه الإنسان إذا عظم الله في كل مكان يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويراقبه. قال الله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ورب العزة والجلال قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،
وقال سبحانه: وما تكون في شأن. أنا ما في آية بترغبني في القرآن زي الآية دي. قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والله سبحانه وتعالى قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. ولذلك يا جماعة، الإنسان إذا وحد الله وامتلأ قلبه بتعظيم الله فإنه في هذه الدنيا يترك المعاصي، يترك الذنوب، ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. والتوحيد ده لما تقرأ القرآن وتقرأ السنة بتلقاه ثلاثة أقسام. بناس طوال يقول لك ديل قسموا التوحيد لثلاثة وديل زيهم زي النصارى، والنصارى قالوا الله ثلاثة، ونحن قلنا الله واحد. واحد في شنو؟ في ثلاثة أشياء. واحد في شنو؟ في ربوبيتي، يعني هو الرب وحده. واحد في شنو؟ في ألوهيتي، يعني هو الإله بحق وحده. واحد في شنو؟ في أسمائي وصفاتي، يعني أسماء الله خاصة به هو سبحانه وتعالى. في زول بيسموه الرحمن؟ ما في، يبقى ده خاص بالله سبحانه وتعالى. وهكذا متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وده اسمه استنباط. تقرأ القرآن وتقرأ السنة وتستقرأ وتستنبط إذا كنت من العلماء، لقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ده اسمه استنباط. زي ما الصلاة العلماء استنبطوا إن بعضهم قال عنده 14 ركن، فنفس الشيء ما في آية قالت الصلاة فيها 14 ركن انت لاقتك، لكن استنبطوا استنباط تكبيرة الإحرام والقيام لا عند المالكية وقراءة الفاتحة وكذا وكذا إلى آخره. فنفس الشيء، أول شيء توحد الله في ربوبيته، الله هو الرب سبحانه وتعالى، فتفرده بأفعاله أنه الخالق وأنه المالك الملك وأنه المدبر. لأنك يا جماعة في الصلاة تقول الحمد لله شنو؟ رب العالمين. العالمين جمع لعالم، تجمع على عالمين وعلى عوالم. والعالم سمي عالما لأنه فيه علامة على وجود الله ووحدانيته. الله هو رب العالمين كلهم، هو الخالق وحده لا شريك له. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني امسكها واحد واحد. الناس ديل اللي اخونا نورين يتكلم فيهم الصوفيه ديل، في ناس طبعا بيكشوا يقول لك ليه تكلمتوا فيهم؟ هون ليه تكلموا في الله؟ انا نعرف ليه براحه تتكلموا في الله ليه؟ ما كان يا اخي شوفوا لهم حاجه يتكلموا غير الله، شوفوا لهم شيء غير الله يتكلموا، ليه يتكلموا في الله؟ ليه يشيلوا حق الله سبحانه وتعالى؟ اي زول يقول لك بيتكلموا في الناس براحه كذي تلقى كاش يقول لك لا نحن دايرين اجر، لكن ديل بيتكلموا في الناس ودي ما فيها اجر. انت قال ما فيها اجر؟ دي فيها اجر ذاته. انت ما ابراهيم عليه السلام، مش ده القران يا جماعه؟ الله قال في القران: واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في شنو؟ في ضلال مبين. ما هو ده يا جماعه الدين؟ هسي انت لو زول بيحسن لك، انت ذاتك اديك لابتوب هديه، بكره تجي والله في مرجع بتاع انجليزي، انا طبعا ما حافظ، كان حافظ كان جبت تليفون اسمعني وكان جبت لي بقرا صفحه في ساعتين ولا ساعه ونص بقراها بالتعب يعني. بعدين اديك مرجع بتاع طب انجليزي النوع كان ما فاطر ما بتشيله ذاك، واديك
حاجات وديك زي العراق اللي بيلبسوه ذاك اسمه شنو؟ بس يا ذاته قولوا انت وانا بوصفه لك ويديك حاجات هديه زي هديه بس اداك لين ويجيك من الصباح شربت الشاي لا الله الليلة تشرب معاي تشرب الشاي يوسكو يتبركة الله يبارك لكم فيه ويديك شنو وحاجات كثيرة بيحسن لك الزول باختصار بيحسن لك واسلوبه معاك طيب وبيحترمك وفي الألفاظ براعية ما بيخدش عواطفك وما شنو ما بيحرجك وكذا. يوم من الأيام جيت مارق من الصباح لقيت الزول الظريف ده ذاته ماسك والدك خانقه وقع به في الواطة وشغال يكفت فيه وانت بتعاين في المنظر ده. ده باقي لك بتتذكر خيره ذاك ولا بتخش فيه؟ أسألكم بالله ده انت بتقول يا اخي الزول ما ظريف وطيب ولا بتخش في الموضوع ده ولا بتمشي زايه تعمل رايح وانت ما رايح ما تروح زايه. انت هنا بتتدخل يا جماعه الزول بيتدخل يقول لك يا اخي ده سأل والدي ثاني لو احسن لي انا الفايده شو؟ طيب يا جماعه اعظم الله سبحانه وتعالى ولا الوالد؟ مش ده جواب واضح ولا داير لك كلام؟ الزول ده ما بضر الله زي ما بضر والدك ما بيقدر يضر الله سبحانه وتعالى لكنه يقع في الشرك ويعادي رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يظن أنه من أولياء الله. أنا بوريك السبعة عادي كيف. إنت الزول ده بتقول الزول ده ظريف وطيب ولا بتقف ضده؟ لو إنت بتعظم الله سبحانه وتعالى وبتحب الله سبحانه وتعالى بتعمل رايح ولا بتقف ضده؟ بتقف ضده. لأن الله تعالى قال في القرآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دي العداوة بتنتهي هنا ولذلك انت بتقف ضده. زول يا جماعة لما يقولوا لي الله الخالق هو اللي بدي الجنة سبحانه وتعالى يقول كباشي بدي جنة ده نخليه ساي. زول يقول كباشي كم أدى ولد مش كباشي سأل الله والله أدى الولد. لا ما قال كده. كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. انت الكلام ده بناقض القرآن ولا ما بناقضه؟ بالراحة كده ولا دار النهيج بالراحة كده. الموضوع ده بقول لك كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. والله يا جماعة سبحانه وتعالى بقول في القرآن أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ مش كلام واضح؟ طيب نحن نقدم الحق ولا نقدم الأشخاص ديل؟ أنت مفروض يكون عندك موقف واضح لأنه ده من الدين. لأن الله تعالى قال في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إلى آخر الآيات إلى آخر الآية من سورة المجادلة. ولذلك يا جماعة الإنسان يعتقد هذه العقيدة الجازمة ونحن الليلة بنرى كثيرا من الناس يتخبطون في هذا الأمر. واحد يتزوج ثلاثة سنة ما ولد أربعة سنة قبل أيام اتصل بي واحد من كوستي قال لي عندنا واحد من أخواتنا اتزوج واحد صوفي يظن المهم بعد اتزوجت المهم غايته كانت في الردمية وركبة الزلط بعد الزواج المهم بقت مبتلية بشنو؟ بالصوفي ده وده بلاء عظيم. هذا هو البلاء المبين.
بعدين الصوفي مشى لشيخه، شيخه قال له لهن 4 سنة ما انجبوا. بدل يسألوا الله الكريم سبحانه وتعالى ولو 20 سنة بعد ذاك الله بيرزقك يا اخي، ولو ما رزقك لما تموت ده خير ليك، انت ما عارف، انت ما عارف اللي بيصلحك شنو. وطبعا الناس بيشغلوها لك، ما بقيتوا 3 لسه ما في حاجه يا جماعه، بضاعه جايه من سيقه، من انا ما في حاجه، ما نعمل شنو يعني، الناس ما يعني نعمل شنو. المهم الزول ده مشى الصوفي ده مشى لشيخه، اتصل بي واحد من يا هو من كوستي دي، قال لي الصوفي مشى لشيخه، قال لي اول شيء قال لي المره دي تقلع الحجاب بتاعها. شوف الناس دي الاول شيء قال لها تقلع حجابها ده، والشهاده تخليه كاشف ساي، وسع علاقه الحجاب بالجنه شنو، انا داير اعرف. المره دي مش لو لابسه حجاب، لو لابسه قطيه علاقتها بالجنه شنو، انا داير اعرف. دي واحد. 2 قال لها شفت الحجاب، في حجاب يعني قلع منها الحجاب الشرعي، وقال لها في حجاب يا تلبس الحجاب يا تشرب محايه عشان يجيك جنه. حجاب بيركبوه في اليد، علاقته بالجنه شنو؟ محايه بقرطعوها، هي دي بتقتل الجنه ذات بتسقطه، كلها سكن ويمكن تقتلوا عديل. قال لها كذي، ولا قال لها، قال له جا للمرأة قال لها يا تشرب المحايه يا تلبس الحجاب يا بطلقك. ها قال لي انت رايك شنو؟ انا غايته وريته، وبعدين يعني وريته الحكم الشرعي. ولذلك انت في نهايه المطاف دي بلاوي الان يا اخي، ابتلاءات. انت ذاتك تمشي لزول ليه؟ لجنه. دارع في انت تمشي لزول لجنه ليه؟ يا اخي الله قال في القران سبحانه وتعالى: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. والله يا جماعة الناس لو بتتعامل مع الله المعاملة دي إذا صح التعبير كان مشاكلنا دي انتهت، كان انتهت. وعلى الأقل لو موجودة كي ابتلى كان بنكون نحن مطمئنين في الدنيا دي. لو انت اي مشكله بتجيك بتقوم بالليل ولا بالنهار بتسجد لي الله سبحانه وتعالى وتتضرع عليه، يا الله انا عندي المشكله الفلانيه، انا محتاج قروش وما دار اتزلل للناس، انا دار اتزوج وما قادر، انا يا الله دار جنى وما في جنى، انا يا الله عندي ذنوب ومعاصي ودار الاخره اغفر لي. انت لو بتتضرع لي الله سبحانه وتعالى كان مشكلتك انتهت. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف الأنبياء ديل ذاته بعرفوا يدعوا، ما بجوب قوة زاي، بعرفوا يدعوا. أنبياء ديل ناس عندهم أدب مع الخلق، فكيف بأدبهم مع الخالق سبحانه وتعالى، فكيف بالخالق لا يتأدبون معه، بل هم أعظم الناس أدبا مع الله تعالى. قال ربي إني وهن العظم مني. انت اول شيء ما تفتح بالمفتاح ده السمخه لازم تفتح لك، ده اسمه مفتاح الانكسار لله تعالى، من تنكسر لله. اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ده الدعاء. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. شوف كررها تاني. وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي شنو. شفت لو فهمت دي تاني ما بزول بمش لي شيخ، بس لو فهمت الآية دي. قال كذلك قال ربك هو علي هين، يعني هو علي الله هين، معناه عليك انت شنو، معناه عليك صعب ما بتقدر على شيء، لا لكن علي الله هين.
ودار تعرفه هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولذلك تتضرع الى الله سبحانه وتعالى. ونحن نعرف ناس، الواحد بيتزوج سنوات ما افجنا، بعد فتره يقول لك واحد قريب انا من جهه ابوي، زول ما شاء الله احزاب وشاب، زول طيب معانا وقريبنا، اتزوج مره 7 سنة ومرته ذاته ما شاء الله بيت محترمه وكذا ونحسبهم، بعد 7 الله رزقهم طفله. قال للدكتور اسمك منو؟ قالت لهم فلان. خلاص سمينا الطفله على الدكتوره، سموها على الدكتور غنزة. الدكتوره جابها يعني مرقتها زي وسموها على الدكتور، لكن في النهايه ده فرح يعني، هم فرحانين يعني. ولذلك انت بتبتلى شنو 4 سنوات يا اخي؟ الناس بيصبروا لكاس العالم 4 سنوات، انت ما قاعد تصبر لجنى 4 سنوات تمشي للفقير؟ وده بجيب بس ده بجيب جنى وقاعد يا جماعه جنيه ما قادر يجيبه، بيجوا بيدوا له في محله، يخطوا له اخ تحت المخده القريشات، تقول هو ذاته ما دار يجيب حاجات ثانيه، تقول هو ذاته ما يخطوا لهم تحت المخده دي، دول ناس ما معروفين. معقولة يا أخي تحت المخدة عديل والناس يفتشوا بالتوك توك وبالعتالة وأنت تحت المخدة عصروا لك قروش وتلقى عيان وذاته الفكي ما يمرق في فرنسا، تقول ماشي لبارتيز هناك حارس الكورة ذاك، ويمرق في فلان ويمشي ويجيبه هولندا، مش هولندا ذاك مشى وين؟ أسبانيا. واحد مرق في أسبانيا، أنت ماشي تحرر الأندلس، أنت ماشي مالك؟ والله عيان. وأنت المسكين تمشي له اديك باغه ملانه بزاغ، ما عارف قبل يتسوق ولا بعد، وغايته بجازفوا لك تفتف ويقول لك هاك المبروك فيه بركه. طيب هناك في اسبانيا في بركه؟ وفي فرنسا عليم ربهم، انت جاسفه معانا ليه كذا يا اخي؟ واحد في المهندسين ما شفت له عنده جناو، جاء قال لي الجنه ده جاته زي حاجه كذا، قال لي تعال اقرا له، مشيت له حجنا لما بديت بقرا له، ابوه مشى برا قام قبل عليه، كان مغمض والجنة ذاته بالساب يعني ظريف، قام فتح قال لي اسمع، قال لي الناس اللي جابوك ترغي لي؟ قلت لاي، لقيت انا اتونس معهم من شباب الثانويه ذي، والله قال لي امي وابوي ذي هنا الدارين رقيه، انا ما داير اي رقيه يعني، انا بقى معاك واضح. قال لي يا اخي دي بتزجر وده ما بعرف شنو، ردم لي امه وابوه، انا ذاتي بقيت متحير، بقيت زيل في نص مقص ما قادر امرق به جاي ولا ذاته الحاصل. جاء ابوه تونست معاه وقال لي يا اخي المره دي تابعه للياقوت يا اخي، مشينا هناك يا اخي قالوا الشيخ ده ما بخش عليه الا الساعه 8. تقول دكتور يعني الدعاء قبل 8 ما مستجاب؟ انا داير اعرف ولا 8؟ قلت له يا اخي اسال الله، الله ده لا بقول لك 8 اذا صح التعبير، بقول لك 8 ولا 9 في اي وقت تساله سبحانه وتعالى، صح في وقت فاضل يعني زي الثلث الاخير، لكن لو قمت نص النهار سالت الله بيستجيب لك ولا ما بيستجيب؟ بيستجيب لك يا اخي سبحانه وتعالى، اسال الله وتضرع الى الله سبحانه وتعالى. وذول يا اخي بتمشي له انت عيان ولك الفقي ما في، ماشي وين؟ الله يقول لك الليله حاسي ودوه المستشفى، ده بدل يركب ركشه يلحقه في المستشفى، هو يخش في سرير وده في سرير، تلقاه قاعد منتظر، بس في دروشه اكثر من كده، والشيخ ذاته في المستشفى يا امه، انا اقعد انتظره ويجي شايل كيسه، صيدليه اليد البيضاء فيها حقنتين وثلاثه كروسات بتاعت حبوب، شيء ملون وشيء ساي، وخدتها تحت المخدة ويقول لك تعال. اها دار شنو انت؟ والله انا عيان حاس يا مولانا. خلاص بتبقى كويس، اه وانت وكنت بتبقى كويس بصفقتك دي يا لا، قال يا الله تشفيه ولا كده. انت بصفقتك دي بتبقى كويس، انت الصفقة دي ما قادر تمد يدك الا تمشي المستشفى، انت الصفقة دي ليك انت ما بتشتغل ليه؟ بس تخش في الناس يا اخي، البرعي مات وين يا جماعة؟ بالراحة كده ماذا نشدت مين؟ البرعي مات وين؟ في زائرون يا اخي في المستشفى، ليه مشى المستشفى؟ ده مش بيقول من اكبر الاولياء، ليه مشى المستشفى؟ الناس يا جماعه بالراحه تفكر وتروق. انا ما ممكن يا امه
زول اقول له اديني جنا يا اخ ولا اشفيني ولا اعمل لي وكذا، والامر بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في القران: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. دي واحد. اثنين، تفرد الله بالملك، الملك بيد الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الملك ده بيد الله، السماء دي خلقه وهي في ملكه سبحانه وتعالى، ومن ملكه الارض، من ملك الله الجبال. الصوفيه اللي تكلم لك عنه اخونا محمد نورين الله يحفظه، ده الموضوع ده ذاته خش فيه، مش جبال خش في الجنه، ده ذاته بتاع موضوع الملك برضه خشوا. والله واحد من الختمية عندهم كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، وعندهم كتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، عشان كده احنا بنجيبه. كتبوا الكتب دي ونشروها. لو زول يا جماعة وقع في معصية ولا شر فيما بينه وبين الله، نمش له براو، ما بنشهر به، نمش له براو، نقول له يا فلان الشيدة كذي والصاح كذا ما بنجي في المنبر، لكن كتب الشر ونشره، ده انا مش ليبرال ولا ارد في المحل النشر فيه، مش في المحل النشر، لانه هو نشر، نشر ناس الكرة يا اخي بينقذوا، تلقاه يقول لك وهذا الجون ما كان يجيبه في الثمانية، كان يجيبه بيتحد، كان بيجي لا في داعي يجيبه في الثمانية، وشات من بعيد، والله شات من 18 دي اتصلت كيف وشات شنو، انقذوا زاي في بلاستيكة فيها هواء ساكنها 22 راجل ينقذوا فيها، واحدين في التلفزيون وكرافتات يا زول. وانا بحسب يوم ناك سمعت واحد قال انا بحسب، ده برضه بيحسب عديل، بيحسب، قال انا بحسب، بيحسب يعني انا بحسب انه الموضوع ده. واحد برضه جابوه نقاش في الكورة، قال لانه الله قال في القرآن، انا ذاتي راسي ضرب، قلت هذا راجل ذا راجل شو، لانه الله قال في القران، انا بشد على الدكان بسمع الكلام، قال تعالى: ولن ترضى عنك في الكوره اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وتتبع ملتهم دي تقايل الكوره، تتبع ملتهم دي يعني دين وكلها بلاوي. المهم الناس ذيل يا جماعه، ناس الصوفيه ذيل، حتى موضوع الملك، أنا الكتابين الذكرتين ليك ديل، النور البراق وفيوض البحور المتلاطمة للختمية، عندهم شيخ من شيوخ اسمه عبد الله العيدروس، الزول قالوا جابوا كرامات للعيدروس ده يعني بيذكروا ليك وكذا، قال دخل عدن العيدروس ذاته فقال: يا سماء أمطري لبن فإني في عدن. قال فأمطرت لبنا، كر جابته لبن، والله بعدين قال ده ذاته العيدروس ده، وده الشاهد من الكلام يا جماعه في موضوع الملك، عشان انت تفهم الموضوع وتفهم مشكلتنا معاهم في شنو، في موضوع الملك، مش الملك لله. قال: انا عرشها والكرسي، انا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. انت رايك شنو؟ أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي، يعني فرق بينه وبين الله عشان ما تقول هو قاصد الله سبحانه وتعالى، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. السماء بناه، في زول هسه بيصل السماء دي كذا، غير النبي عليه الصلاة والسلام والإسراء والمعراج وكذا، وغير الأنبياء القبلي وصلوا كإدريس عليه السلام وكعيسى عليه السلام إلى آخره. في زول هسي في صوف بيصل السماء، هسي سوينا سباق أصل السماء وتعال، بيتصل بشنو أنت ذاته؟ أنا داير أعرف السماء دي خلقها الله، كان قالوا الصوفية دي الشت أدوها جير بيقدروا بس جيروها كذا، أدوها بوماستيك وجير والباقي بنتمه نحن، وانت بتصل ولا نحن بنصل؟
دي السماء، السماء دي جت التتمة وبناه وقعد في الواطة قال بناه ده المعلم ده قال بناه جاذب زاي قال أنا عرشة والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها والله الذي لا إله غيره. واحد من إخواننا اسمه عبد الرحيم الزول في العزبة قال لي واحد من الناس ديل جماعة ديل ذاته قال لهم يا أخي شيخكم قال بنى السماء والله قال بنى السماء أنتم أشد خلقا أم السماء شنو بناها دمنه الله سبحانه وتعالى إذ ترايك شنو الله قال أنا بنيت السماء الله قال بنى السماء وشيخكم قال بنى السماء البناياته قال لي بنوها سوا أسي في بلاد أبلد من البلاد دي انت لاقتك قال بنوها سوا يا ناس معقولة والسماء لما بنوها في شيخ كان مولود وكان موجود ده بناها كيف بس يعني وكلها بلاوة يا جماعة دي مسألة الملك الملك وده شيء غير الأشياء الثانية يا أخي الكتاب الذكر لك ده سراج السالكين ده فيه صفحة 114 وادبدر ده جايب القصة دي قال الشيخ الطيب البشير ده قال من كراماته الله ملك الكون 33 سنة قال ما نقص منه جناح بعوضة الله ملك الكون الكون ملك له 33 سنة ولذلك يا جماعة الكلام ده والله خطير والكلام ده والله ما يسكت عنه والكلام ده يا جماعة يحارب والكلام ده يقال ديانة لله سبحانه وتعالى لما ينقض ويرد عليه يقال ديانة لله سبحانه وتعالى فالناس تتوجه إلى الله يا أخو زي ما قال الشيخ الجامي قال في الماضي قال كان يحتج على الكفار الأوائل والمشركين الأوائل يحتج على الكفار الأوائل والمشركين الأوائل بالربوبية على الألوهية وأما اليوم ما الحيلة إذا كان الخلل حتى في الربوبية الحيلة شنو إذا زمان بيسألوا أبا جهل يا أبا جهل أنت مش مشرك كافر كبير معروف ما مسلم طيب أنت يا أبا جهل الخلقك منو الله لا يعني اللات ما خلقك لا لا ده جاسب نبرانه وهبل ما خلق لا لا ده جابوا لنا عمرو بن لحي يده مقطوع جابوا من الشام ومنات كيف العزة لا دي شجرة ما بنعبود ما مش ما بنعبودها دي ما خلقتنا يعني خلقك الله براوي يا أبا جهل أيوة خلقني الله براوي الله قال كذي في القرآن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون في سورة الزخرف آخر صفحة وفي الصفحة الأولى ذات من سورة الزخرف رب العزة والجلال قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم السدة تقول لي جناك دلت داك لمنه ولك والله تعرف فترة غاية تراه مشينا للفكي ودانا له كلام ده بنقول النازل ما قاعدين نسخر بهم ساي انا والله لو لقينا زوج سكران بالناس حب التي احسن ونبين له لانه يكون عارف انه السكر ده حرام لكن ناس يا اخي يصلوا درجه يستخفوا بعقول الامه للدرجه دي يا اخي تصل درجه زي دي اخت تقول اديتكم جنى واديتكم كذا انت عندك جنى والملك بيد الله يا جماعه وحده ولا شريك له والتدبير بيد الله امر التدبير فلان يموت فلان يحيى فلان يعيش كم سنة ده كله بيد الله سبحانه وتعالى ما تعتقد في بشر كائنا من كان قال الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء كلام عظيم قال لك أولياء ما لون الأولياء ديل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم
قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خلى عقيدتك في الله صحيحة يا أختي، توكل على الله، تعتمد على الله سبحانه وتعالى، دي الربوبية. الألوهية يا جماعة قبل النوع الأخير من أنواع التوحيد، الألوهية إفراد الله بالعبادة. الدليل قال تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد. عليك الله شوف الآية دي ذاتها بليغة كيف. وإلهكم إله. إله ده كم؟ إله، ما قال وإلهكم آلهة، ولا قال وإلهكم آلهتان، قال وإلهكم إله. إله ده كم؟ مش واحد، ما خلاه بس كده. إله واحد، مش واضحة؟ تاني قال لك لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، فلك سفينة كبيرة شايلة بشر ومواشي وحاجات وعربات ماشي، انت لو رميت مسطوبة في البحر بغرق، مسطوبة ده بتغرق او بتغرق، مسطوبة مش بتغرق. السفينة ده اكبر ولا مسطوبة؟ اثقل السفينة ولا مسطوبة؟ ليه دي ما بتغرق؟ وانت ذاتك ابو كريعين ده تركب في البحر زي بتغرق، وتركب فوق السفينة ومعاك ناس ما بتغرق، دي مش مفروض تفكر فيها؟ انت كذب الراحة كذا فكر فيها، دي الخلاء ما تغرق منه. إن في خلق السماوات سما، يا غل عرش ده عرشو عقد تلقاه ينز، يا عرشو عمارة يقول لك يا ذول ده ركبنا فيه سيخ ثلاثة شنو كذي وخمسة شنو، ده بشيل ثلاثة طوابق بس، بس ثلاثة طوابق وتلقى عريش يقع. القبة سواها البدعة دي، ما جبت قبة إسماعيل بركة؟ بركة ولا ما بركة؟ وقعت رب عديل. الله السما دي شد، قال إن في خلق السماوات، شوف ذات خلق عظيم، والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصيف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد ده كله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، بعد ده كله يحبونهم كحب الله. يا عتر يا أبويا الشيخ الحقنا، دي لخبطة في الألوهية، دي لخبطة منه في الألوهية. الحق كيف لأنه الدعاء ده عبادة ولا ما عبادة؟ انت إما ترفع يديك عبدت الله. وأنا عجبتني فائدة ذكرها ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين، ترغب أي ذول في الدعاء، ذكر بدليله، قال من سأل الله فقد عبد الله، قال فإنه يؤجر على هذا الدعاء سواء استجيب له أو لم يستجب له. يعني دار تتزوج، يا رب زوجني، بعد شهر اتزوجتها مش الله استجاب لك؟ انت بتتزوج وعندك أجر في الدعاء ده، عندك أجر فيه. يا الله رزق، اديك رزق وعندك أجر. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة في سنن الترمذي من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه. أنا أترك الله سبحانه وتعالى العظيم وأنا أدلي مخلوق زيه، يا بتلتلة، اسمه بتلتلة، تدار تلتلة، يا بتلتلة الحقنة، يا بشملة، يا بعضلا سيف عضلا حديد، ويا بعتلة
هذول النار يسوي صيوان على العدير ويا ما بعرف يا بجنزير ما في زملاته يدقنك بس اسماء مخيفه يا ابو قرون من العيون يا بشره ما في ابو ثلجه بس كلها شره وحاجات حاره وقرون يا اخي غنم ما عندها قرون انت لسه في القرون يا ابو قرون من العيون يقام عين ذاتها ويا ابو العباس من عيون الناس واحد لقيته في العزبه كاتب يبشام ورا وقدام قفلها عديلة يبشام ورا وقدام طيب انت زعل الله متين انت ويا بقصه ما بتتوصى يعني ما بتوصى بس يا زبل ساي كذي بس وكلها يا ما هوس يا اخي انا انادي لي مخلوق يا اخي انادي يا اخي زول بياكل يشرب ويمشي محلات تاني انا بناديه زول بياكل تلقى جيعان ما قادر يمشي بعد العصر ولك من الصباح ما اكلت ليش الله ده سبحانه وتعالى قال قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم شوف القوة دي شوف الغنى ده سبحانه وتعالى شوف الغنى غنى الله سبحانه وتعالى انت يا اخي تمشي لمخلوق يا اخي زول بيموت يا ناس زول بيموت بيموت ومات أسي الكربة الكبيرة تنقلب بك الحافلة تتجرح ولا تموت مرة واحدة الكربة الكبيرة يا ترى تتجرح ولا تموت مش تموت هلفة كده ميت يعني كربته أكبر من كربتك دي ذاته وتناديه انت كده بالراحة فكر تناديه وما تغسلوه يا أمة من غير أي نبذ زول ده مات خدتوه في السرير في العنقريب جردوه العراقي برا والحاجات كلها برا وجابوا ثلاثة جرادل واحد كبوا في كافور حتى واحد سدر واحد مويه ساي لموا في عمك ده جاي تمام ادعك بيجاي وادعك شالوا الشنب برا وحاجات كل شالوا برا مضافرين وبعد غسلوه جابوا ثلاثة قطع والمرأة خمسة قطع راجل ثلاثة قطع خدته ويجيبوه فوق القطعة الأولى بيجاي الثاني بيجاي والثالثة ويربطوه ثلاثة ربطات عمك ده ذاته وشيلوه في برش وعن قريب وأربع رجال شايلينه ويمشوا المقابر وحفروا المطمورة والدل حد ويدخلوا جوه ده ذاته جوه دخلوا أولاده وأهله وأصحابه دخلوا جوا ويجيبوا الطوب بتاع الأسمنت ذاك ولا اللبن الطين اللبن بتاع الطين ذاك طق 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 جايوك ويدوك طين ما بخلوا لك نفس ليسوك تمام في السودان ده مت دقستها في البلد دي برضه برا برا برضه كان شغلتك معي ده برضه المهم بعد ذاك ليسوك تمام وبعد ده تراب فوق ده باقي لكم بيقوم ده الا يوم القيامه والله حي انت هسه جرب عليك الله اقوى شاب منك ولا شابه اقوى زول فيك اللي مش الليله قبل ما ينوم ارقد بجنبه بس يده دي دخلها بيت تحت ارقد فيها ولا امرقه ذاتها ببرا بس ارقد بجنبه ما على ظهرك ولا على بطنك بجنبه ارقد خذ سريرك معاه الحيطه وارقد بجنبه عليك الله قول قوم من غير ما تتلوي بالقرآن وهنا بس قوم بجنبه بتقدر بجنبه دي وبتقوم ده زي المساعد بتاع العربيه ده بس فوق وتحت بجنبه ما بتلوي انت تقوم كيف وبعد ردموا الردم ده يا جماعه بعد الردم ده كله يسووا له اوضه وظل ميت ناس عذابه ما لاقين يتزوجوا قاعدين يبكوا يغنوا لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم وشايل جراح ووك وهادي بيو وحين إليو ووك ودموع ماشة شفناه في الدموع وفي العيون معقول يا أخي الحزن ده كله إنت الآن ناس ما لاقين يتزوجوا يا أمه وده جرانا للكلام ما لاقين يتزوجوا ولا لاقين ابنه إيجوا يا أخي ابنه يا أخي زي ما قال لك قبة ب2 مليار ليه ميت
هو يوم القيامة بتكون في قبة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما في يوم القيامة لا قبة لا طاقية ولا شيء. ولذلك انت بعد ابن الأوضة يسوي لي باب وبعق الله يا أخي تضرع إلى الله سبحانه أعبد الله يا أخي سبحانه وتعالى. انت لما أن تكون عبد لله انت ذاتك ممدوح في الدنيا دي عند الله ومحمود إذا صح التعبير. لم تكون عبد لغير الله أنت ذليل وأنت حقير. قال الله تعالى في القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالناس يا جماعة تدعو الله وتتضرع لله. ابن النحو إذا بيات شعر أنا طوالي بقوله لأنها جميلة جدا. ابن النحو قال طرقت باب الرجاء وتروى عن الشافعي أيضا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. انت يدعوت كذي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انت هسي الليلة طالب مر بك أيام بتاعت امتحانات وضيق أدعو الله يفرج عنك أدعو الله يوفقك. مر بك لحظات بيكون ما عندك أموال ولا شيء أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقك. عود نفسك يا جماعة أي واحد فينا يسأل نفسه أي واحد فينا ولو المحاضرة دي كلها ما مرقت منها إلا بيدي كفاية إنه يا جماعة أي واحد فينا يسأل نفسه بيسأل الله كم مرة في الشهر كم مرة بتسأل الله في اليوم بتسأل الله كم مرة. في ناس ما بيدعوا الله إلا في الشدائد وديل فيهم خير لكن ناقص. وفي ناس ما بيدعوا الله تب دعاء ده ما بعرفه ذاته يسأل كيف ما بيعرف ذاته كونه يرفع يده لي الله ويثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب حاجته وينكسر لربه ويلح عليه سبحانه وتعالى ويحسن الظن به ويكون يقينه في الله عظيما ويدعو بالخير ما بإثم ولا بقطيعة رحم ويختم دعاءه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف يدعو دعاء زي أبدا. ولذلك انت تعود نفسك وما فينا واحد إلا محتاج لشيء. وأنا عجبتني كلام أو كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدر ماشي في الدنيا دي أشوفه وأنا ما عندي وذكر الكلمة دي برتاح والله قدر ما تشوف لك شيء عجبك في الدنيا دي وإنت ما عندك تتألم. الكلمة دي شافية جدا. قال في الجزء الثالث من الفتاوى قال ما من محب يجد محبوبه إلا ويجد نفسه تتوق إلى ما سواه. قال إلا من أحب الله واستأنس بالله فإن قلبه يطمئن لا يحتاج إلى غيره. لقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله شنو تطمئن القلوب. هسي انت تقول والله أنا في الدنيا دي بس أكون سعيد أجي أول الدفعة تجي أول الدفعة تعالي تقول الله يا أخي بس أنا أتخرج تتخرج تقول الله الامتياز تنتهي تقول الله يا أخي دار أحضر شوية تحضر بعد تنتهي ده كله تحضر ويش
والله ناسي الاول، لكن لسه دار لي فتره عشان ابقى مشهور. كان بقيت مشهور بكون ظريف جدا، تبقى مشهور دار لي مستوصف براي، تبقى شنو ما بعرف. والله ما انا ما تزوجته، تزوج مره تطلع كويسه بتفتش ثاني لحاجه ثانيه، دار عربيه كمان تزوج لك مره تكون نكديه بتمشي في الشارع بتحاسب براك شغال لا حول ولا قوه الا بالله وكذا وكذا، دي بتكب لك في الشاي ملح وبلاوي تقول لك توسخ، وذا كله قدر ما تطلب شيء وتلقاه انت قايل سعادتك فيه، مجرد ما تصله طوالي نفسك دي بتفكر في غيره. هسي ناس كتار ويقول والله انا بس في الدنيا دي بس اتزوج فلانه، اتزوج طوالي يقول لك لا تجرب، لكن اتوا قاعدين لسه في ايجار. هسي قبل ايام واحد ركب معانا كان ممثل قديم قديم، قال لي مع ناس كنت فاضل سعيد وفلان وفلان، مهم وعنده في اليوتيوب برامج بتاع التمثيل ما بقول لكم اسمه عشان ما تخشوا له. المهم ركب معانا مشينا، قال لي يا اخ الله يدخلنا الجنه يا اخ، نمشي الحور العين ديل لا حق جار لا حق الروضه من الصباح ولا اي شيء. قال الناس في الحافله العربيه قاعدوا يضحكوا. فالدنيا دي يا جماعه مهما تصل لشيء في النهايه انت قال السعاده فيه بتلقى انك نفسك دي دايره غيره. عشان كده شفتها تيأس منا، تفكر قدام في رضا الله سبحانه وتعالى، وتعيش مع الأمر الثالث أيضا وهو مسألة الأسماء والصفات، أن لله أسماء حسنى، الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره، وله صفات علا يتصف بها، هو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخر الآيات في هذا الأمر. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الزول إذا عظم الله وعاش مع الله فلو خسر الناس أجمعين ما ضره شيء، ما ضره شيء. في أبيات والله أنا عجبتني جدا لقيتها يعني من بدايتها تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه في السجن قال كأنه يعني في السجن قعد براه بجنبه كذي كأنه في زاوية من الزوايا، وبقى يقول الأبيات دي فيها انكسار ويتحس انه كأنها مارقة من القلب، نحسبه والله حسيب. قال أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. زول إذا انكسر إلى الله ولجأ إلى الله، ده قاعد مع بيته ودي قاعدة مع ولد وأنت براك قاعد تقرأ في القرآن تتلذذ به تتضرع إلى الله وتتذكر الذنوب تذكر الموت والقيامة وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن الله في الدنيا يكرمك وفي الآخرة يجعلك من السعيدين سبحانه وتعالى. ودي أمر التوحيد يا جماعة والعقيدة. وأنا في ختام الكلمة دي أوصي كل من يسمع هذا الكلام سواء سمعه الآن أو غدا أو بعد غد من الرجال أو النساء من الصغار أو الكبار أن يبلغ التوحيد وأن يبلغ العقيدة، ده أمر عظيم يا جماعة. أنت في الدنيا دي لو سقطت في الامتحانات، لو بقيت أفقر الناس، لو بقيت أكثر الناس مرضا، وأنت زول توحيد وعايش بالتوحيد وقائم بالتوحيد وأمك التوحيد، أنت والله رجل عظيم. والمرأة مرأة عظيمة إذا كانت من أهل التوحيد ومن الدعاة إلى التوحيد. وده أما الأنبياء والرسل في الموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده همه في الموت. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ولذا إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ولذلك يا جماعة الإنسان دائما يعني يتذكر هذا الأمر. يا أخ كلب مشى مع موحدين، الله جابه في سورة الكهف، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وهكذا انسان يعيش مع التوحيد وبلغه البيت مع اخواته تبلغ العقيد، يقول لهم ما تنادوا غير الله، ما تمشوا ليه فكي، ما تمشوا ليه كذي، ما تشيلوا تراب تتبركوا به، ما تسفوا التراب، ما تعلقوا في الطفل كمون. الولد مع صاحبه اول شيء يوري التوحيد والعقيده. يا اخي الشرك ده بقى في اي مكان شغال. يا اخي يوم ذاك سمعت واحد بغني جاب لغني قال يا ابو الطيب اكتب لي حجيب من مرض الحبيب، شوف ده دارك اكتب لي حجاب
من الحب انت وكتصلوا ما ارضك قدر ده ما تخليه هيجي بعدين. قال من هم جماعة التبليغ؟ السؤال الأول من هم جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ جماعة دي جماعة أصلا بدت برؤية واحد اسمه محمد ابن إلياس الكندهلوي أزول رأى عليه رؤية وقام وبدت الدعوة بتاعتهن وهي قائمة على أربع طرق صوفية. لذلك الشيخ الألباني قال جماعة التبليغ صوفية عصرية والنازل من المآخذ عليهم تلقاهم بيلفوا في المساجد وبيجوا من باكستان مرات ومن الهند وأنا ما عندنا مشكلة مع باكستان ولا مع الهند لكن هم بيجوا من بعيد مرات من مصر مرات من السودان هنا من غيرها من الدول فبيجوا بيلفوا في المساجد ومن المآخذ عليهم مش المآخذ إنك تجي المسجد لكن من المآخذ عليهم واحد أن دعوتهم لا تقوم على العلم الصحيح الصافي القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وده مخالف للشريعة لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. اثنين أن دعوتهم لم تقم على العقيدة الصحيحة والدعوة إلى التوحيد إنما يتكلمون في فضائل الأعمال وكذا وأحيانا معاهم صوفية وهم أصلا صوفية عصرية وأحيانا معاهم جهلة وكذا ولا يتكلمون في التوحيد. والله تعالى قال في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثلاثة من المآخذ عليهم أنهم ينزلون عند أهل البدع دائما بينزلوا عند أهل البدع في الغالب ما بينزلوا عند أهل الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري ومسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ شنو الكير إلى آخر الحديث. فدي من المآخذ على هؤلاء الناس والواجب عليهم أن يسلكوا الطريق الصحيح في الدعوة إلى الله بأن يتعلموا العلم وأن يركزوا دعوتهم على التوحيد والعقيدة الصحيحة وأن ينصحوا من إذا نزلوا عند أهل البدع أن يناصحوهم. لا يجوز التعاون مع أهل البدع ولا مجالسة أهل البدع لكن أن ينصحوا لهم وأن يبلغوا وأن ينقدوهم في ما يقعون فيه من البدع والمخالفات. ده الجواب باختصار شديد جدا. السائل يقول أسأل عن صلاة الشفع والوتر كيفيتها والصور التي تقرأ فيهما جزاك الله خير. الوتر اصلا اسمه الوتر الناس الوتر الناس بيقولوا الشفع لا انا بقول الوتر واحد والشفع شنو اثنين وهم بيصلوا ثلاثه ركعات واصلا صلاه الوتر 11 ركعه لكن بيجوز لك تصلي شنو 9 7 5 3 بيجوز لك توتر بواحد ما في حرج بعد العشاء توتر بواحد بس بجوز لك تصلين ثلاثة صلي ركعتين وسلم دي الكيفية صلي ركعتين الفاتحة ومعها سورة والفاتحة ومعها سورة وتسلم وما يجب عليك سورة بعينها كالكافرون وكسورة الإخلاص يعني ما يجب عليك سورة بعينها أو سورة الأعلى إلى آخره وإنما يجوز لك أن تقرأ بما شئت من القرآن لقول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بجوز لك تقرأ بأي سورة الصلاة بجوز تقرأ جهرية وبجوز صلاة تقرأ شنو سرية الاثنين بجوزا لكن لو جهرية ما تكون الصوت شنو عالي ويعني تؤذي من حولك يعني بصوتك العالي إذا كان من المصلين إلى آخره. وتتضرع لله سبحانه وتعالى في صلاة الوتر في السجود وفي غيرها من الصلوات. ده الجواب. السؤال الأخير قال أفضل كتاب في محبة الله عز وجل والتعلق به أظنك القرآن. أيوة نعم أفضل كتاب طبعا القرآن أفضل كتاب القرآن. أما إذا أرادوا الكتب المصنفة في هذا الموضوع فمن أميز الكتب ما صنفه ابن القيم رحمه الله ككتابي الداء والدواء وككتاب الفوائد
دي من أميز الكتب، وتكون كتب محققة عشان المحقق بيذكر الصحيح من الضعيف من الحديث كتحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن أعظم كتاب القرآن، حتى ابن القيم رحمه الله قال في كتاب الفوائد، ونختم بالكلام ده، قال من تأمل خطاب القرآن، ذكر لي كلام طويل، قال من تأمل خطاب القرآن وجد ربا رؤوفا رحيما، أي بأسمائه وصفاته والنظر فيهما وفي هذا العلم، قال يعفو ويغفر ويرسل الرسل لبيان الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى ويتجاوز، قال فيحب الله، يعرف الله بهذا الكتاب فيحب الله، فإذا أحب الله لهج لسانه بذكره وعملت جوارحه بطاعته سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يحب الله إذا قام بهذا الأمر، لهج لسانه بذكر الله وقلبه بالتعلق بالله وجوارحه بطاعة الله، فإن الله بعد ذلك يحبه سبحانه وتعالى، ويحبه الله سبحانه وتعالى فيجمع هذا الخير العظيم. فالناس تقرأ القرآن بتدبر، تقرأ الآيات وتتأمل فيها وتتدبرها، وكذلك كهذين الكتابين. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن السماع، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيكم أجمعين في الأعمار وفي العلم وفي تبليغه، ويجعلنا وإياكم ممن يدخلهم الله تعالى برحمته جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.